ثلاث مسرحيات، الكتاب يلي بيحتوي على شخصيات من أزمنة وأمكنة متنوعة بتنوع بيثري الطرح الفكري للكاتب. أكيد، وخلينا نوضح أنه الكتاب للصحفي والأديب سامر منصور بيحتوي على نصوص متنوعة بأفكاره ومواضيعه وشخوصه، وأكيد بيقدم رؤية بانورامية لما نعيشه في واقعنا من ظروف صعبة ممكن بتمس كافة الفئات العمرية. نتعرف أكثر على الكتاب، اسمحوا لي رحب بالمسرحي والناقد عمر أيوب. يسعد صباحك أستاذ. صباح الخير سوريا، صباح الخير السادة المشاهدين، صباح الخير لكم ولأسرة هذا البرنامج. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك مرة تانية. مثل ما حكينا بالمقدمة، كتاب ثلاث مسرحيات للصحفي وعضو الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين سامر منصور. خلينا نتعرف بالبداية من حضرتك على هذا الكتاب وشو مضمون. نعم، صدر الحقيقة عن اتحاد كتاب العرب بدمشق مؤخرا ثلاث مسرحيات للكاتب سامر منصور. ثلاث مسرحيات، الأولى زيوس بيننا، والمسرحية الثانية اللوحة الناقصة، والمسرحية الثالثة هي الفرح السام. وتميز حقيقة الكاتب سامر منصور بلغة تعبيرية فيها الكثير من الإيحاء والترميز، وبعيد عن المباشرة وبعيد عن اللغة الإخبارية أو اللغة التلقائية أو اللغة التقريرية. هو دائما بلغته المسرحية وبلغته القصصية ينحو نحو الترميز و كتابة ما بين السطور، وهذا يعني جليا حتى بعتبات النص في العناوين، عندما يقول اللوحة الناقصة أو الفرح السام فيها شيء من الرمزي، أو حتى هذا يظهر أيضا على الغلاف من الخلف، عندما نقرأ العبارات أو الجمل المميزة يقول مثلا: على الرغم من أن للوردة عينا واحدة وأجفانا كثيرة كثيرة، إلا أنها خير من حفظ صورة الربيع، فانظر إليها حين تنطق بقصيدة الفراشة. يقول أيضا بمكان آخر: لا تغويني رسوم العناكب المتقنة الحريرية ولا رقصة الفراشات المولوية، فما الحرير إلا مكر العنكبوت، وكل زائر له ضحيته يغتاله بالسم بعد أن يفرش له سرر الحرير. إذا نلاحظ هنا الرمزية بلغة الكاتب سامر منصور، كي يعني يعطي للمتلقي وللقارئ مساحات واسعة ونوافذ تشرع ليلقي ضوءا ما، ليلقي كلمة ما، ليلقي عبارة. فينا نقول هذا الكتاب ثلاث مسرحيات موجه لفئة معينة، طالما بيحمل معه هي الرمزية وبحاجة لأفق يمكن من التفكير والخيال والتخيل مثل ما منقول، فهل فينا نعتبره موجه لفئة معينة من المثقفين أو القراء أو حتى النقاد؟ حقيقة هذا الكتاب وهذه الطريقة من الكتابة حقيقة موجهة فعلا لفئة خاصة ولفئة النخبة، دعينا نقول هي موجهة لفئة النخبة لأنها بعيدة عن اللغة السهلة الواضحة، واللغة السهلة الواضحة هي لغة موجهة إلى يعني كافة وشرائح الناس عامة. أما اللغة المكثفة، اللغة الرمزية، اللغة التي تحتاج إلى عصف ذهني، اللغة التي تحتاج إلى الكثير من التفكر، الكثير من القراءة، هي لغة اللي فيها أفكار. لغة سامر منصور فيها ميثولوجيا كثيرة، فيها حكاية من الموروث الشعبي كثيرة، فيها إسقاطات على العصر والتناقضات التي نمر بها كثيرا. إذا هي تحتاج إلى لغة قارئ من قراء النخبة أو من القراء النخبويين خاصة. تمام أستاذ، يعني ذكرت حضرتك أنه الكتاب بيحتوي على ثلاث نصوص مسرحية ممكن مختلفة بشخصياتها بالأزمنة والأمكنة. طيب خلينا نحكي عن هذا التنوع أو هذا التمازج، أمت ممكن يكون إيجابي وأمت ممكن يكون سلبي؟ هلأ ليس بالضرورة أن يكون هذا التنوع هو تنوع إيجابي، يعني بالتنوع أن يكون هناك يعني نميز. إذا كان هناك تنوع وتنوع يعني أقول بأنه هو يعني تنوع بالزمان والمكان، ربما هذا المقصود هو التنوع بالزمان والمكان الموجود داخل الشخصية أو موجود داخل المسرحية. هذا التنوع بالأمكنة والأزمنة ليس بالضرورة أن يعني يكون هو المعيار الوحيد لنقر بأن هذا
العمل هو يعني إيجابي أو سلبي. يعني ربما يكون هناك عمل مسرحي بمكان واحد بزمن واحد بنقطة زمنية ثابتة ويكون عمل جميل، ولأن الفنون تتكامل. أذكر هنا فيلم حصد كثير من الجوائز. هذا الفيلم يتحدث فقط بمكان واحد وقناص وعنده رهينة امرأة مربوطة بعمود وتدور الأحداث فقط، هي بين بمكان واحد. نعم. هو بين القناص وبين الامرأة الرهينة، حوالي ساعة ونص فيلم بغاية الدهشة بغاية المتعة. أما على سبيل المسرح أحيانا ممكن يكون مونودراما. المونودراما هي شخص يتألف من هو عمل يتألف من شخص واحد، عمل يروي الحكاية، عمل يروي المسرحية بمكان واحد، ربما يكون بمكان واحد بزمن واحد. إذا التنوع ليس يعني هو المعيار الحقيقي إفضاء جمال المسرحية. وأشير بأن الكاتب سامر منصور نعم لديه هذه القدرة الكبيرة على الانتقال من مكان إلى مكان، من مشهد إلى مشهد، ومن زمن مشهد من زمن إلى آخر. نعم. سيما بمسرحية اللوحة الناقصة المسرحية الثانية، هو ينتقل يعني المسرحية لا تتجاوز حوالي 40 صفحة، إلا أنه يكتب بهذه المسرحية حوالي 22 مشهد. 22 مشهد ب40 صفحة، هذا يعني أنه انتقال من فضاء مسرحي إلى فضاء آخر يعطيه هذه الجماليات لهذا النص. تمام. مشنا بس تنوع بالأزمنة والأمكنة، كمان تنوع بالشخصيات، شخصية يمكن الامرأة العاشقة، شخصية الأطفال يلي كانوا ضحية إهمال، شخصية أيضا بعض الأشخاص اللي تعرضوا لتنمر. فتعدد هي الشخصيات برأيك هل ممكن يكون ناتج من نظرة الأديب للواقع المحيط فيه، أو هو يمكن تطلع لحل هي المشاكل، أو ممكن تكون حتى نتيجة تجربة شخصية؟ الأديب وين ممكن يكون هون برأيك؟ أنا بقول إنه الأديب هو يجب أن يكون أو يجب أن يكون صوته هو ليس صوت الأديب فقط. إذا كان صوت الأديب هو صوت الأديب فقط فهو يعني يكتب بشكل سيرة ذاتية أو يكتب. نعم. بشكل شيء له خاص يعني مذكرات أو وتنتهي الأفكار عن تماما. أما صوت الأديب هو صوت من لا صوت له، هو صوت الطفل وصوت المرأة وصوت الفلاح وصوت الفقراء والأغنياء وصوت الحفيف الشجر وصوت النار وصوت كل شيء. أما بالنسبة للأشخاص والشخوص التي داخل المسرحيات، أستذكر هنا أشخاص أطفال على لسان أطفال. يقول الأديب سامر منصور، دعيني أقرأ فقط. فضل. وأعتقد أنه كتب هذه الحواريات كتبها بدموعه، كتبها وهو يبكي ولم يكتبها بالقلم لأنها جدا جدا مؤثرة. شخصية رامي بقاعة الرسم، شخصية رامي بقاعة الرسم، هو رامي رسام أستاذ ولديه أطفال، يعني طلاب أطفال. اليوم يسأل الطلاب أحمد وحسام وإياد، اليوم سيرسم كل واحد منكم أحب الناس إلى قلبه. أحمد: أنا سأرسم أمي. حسام: وأنا سأرسم أمي أيضا. إياد: أنا سأرسم أبي. إلى أن يقول رامي في بعدين حوار، بيقول: لوحة جميلة أحسنت. بيقول أحمد: أحسنت صنعا لكن ينقصها شيء، أنت لم ترسم الفم. أحمد: بلا فم أمي تبدو أجمل. رامي: بيقول له: وضح، لأنها دائما تصرخ وتصرخ في وجهي وأنا أخاف من صراخها وأذناي لا تستطيعان تحمل صراخها. قديش مؤلم هذا المشهد. رامي الأستاذ بيسأل طارق، بيقول له طارق، يقول طارق: رسمت والدي لكنه يرتدي فستانا. ورسم والده ولابس يرتدي فستان. فما قصة الفستان؟ أبي دوما يضربني بحزام بنطاله، لذلك رسمته يرتدي فستانا. فكما تعلم الفستان ليس له حزام، وبالتالي لن يستطيع أبي ضربي بحزامه. يعني شوف مدى عفوية الطفل وصدقه ونقائه.
هنا الكاتب كما قلت يتحدث ليس بصوته، يتحدث بصوت شخوصه، يتحدث بصوت الأطفال. حسام يسأل الطالب آخر: رسمت أمي لكنني لم أرسم لها قدمين، بل رسمت لها جذع شجرة وجذورا. لماذا؟ حسام بحزن وألم ولوعة: لأنني لو رسمت لها قدمين لذهبت وتركتني، أنا أريدها أن تبقى بقربي، أن تبقى قريبة مني. ماذا تعمل والدتك؟ تعمل مضيف الطيران. انظر إلى هذه التعبير الجميلة وهذه الاختيارات، من هالاختيارات الشخوص التي يتكلم على لسان شخوصه بهذا الألم الذي حقيقة يعني نعتاشه ونعيشه في أيامنا هذه. فعلا يعني عم تكون الحبكة منسوجة بشكل كتير دقيق. أستاذ، خلينا نقول أنه اليوم يقال أنه عنا افتقار لكتاب المسرح بالبلدان العربية، وأنه المرحلة الذهبية لشهد المسرح العربي غابت. وجود اليوم مثل هاي المؤلفات الكتاب ممكن يعيد شيء من الأمل أم لا؟ نحن اليوم عنا أزمة بالنص المسرحي وأزمة بالعروض المسرحية بسبب ضعف التمويل. خلينا نوضح هاي النقطة. الحقيقة احنا ليس لدينا يعني لم يذهب المسرح والعصر الذهبي، بل ذهبت العصور الذهبية الحقيقة. ذهب عصر الرواية والقصة والشعر، وحتى العصر الذهبي بحياتنا اليومية للأسف، يعني كي لا نختبئ وراء أصابعنا أو ولا نريد أن يعني نجمل أو نغطي الشمس كما يقال بغربال. والمسرح هو من هذه الأشياء التي ذهب يعني العصر الذهبي للنص الذهبي وللفضاء المسرحي الذهبي. ونحن بأمس الحاجة حقيقة لمثل هذه الكتابات، لمثل هؤلاء الشباب. أستاذ سامر منصور، احنا بحاجة كثير لهؤلاء الشباب الذين يكتبون فعلا الآلام والأحلام ويبنون المستقبل معتمدين على مفاعيل الكلمة الحق، لأن الكلمة نور والكلمة هي التي تبني وتطور المجتمعات والأجيال. كل الشكر لك أستاذ وعلى حضورك الكريم بصباحنا، ومشكور وبقية نهار حلو لك. شكراً جزيلاً لكم. شكراً لك أستاذ، يعطيك ألف عافية وكل التوفيق لحضرتك. شكراً لكم.